حبيبتي يا ليلى، الله يرضى عليك. عايزه قبل ما نخش في الابراج وبرج العقرب اللي كلنا بنعد صوابعنا بعد ما نتعامل معاه، والنبي ما تزعلوا مني، بس برج العقرب لدغته وحشه. قولي براحتك. صح، اقول براحتي. اه بيديك مساحه. بس النهارده كمان التاريخ مميز قوي يا جانا، 11 11 2020، تحس كده الرقم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله ان شاء الله يوم سهل كده وجميل ولين على الجميع. كلميني عن طاقه اليوم. الاول مساء الخير تاني، بحبكم. اولا احنا هنتكلم النهارده عن رقم 11 11 وطاقته النهارده على علينا كلنا. اولا انت حاسه من الصبح كده بحاله تفاؤل ولكن بتتراجعي، يعني رجل جوه حطي رجل قدام ورجل ورا، كلنا مش ياسمين بس. ماشي، النهارده هو طاقه النيه او الدعاء. النهارده لو احسننا النيه للرقم النهارده على الارزاق، على الصحه، على السعاده، هتسعدي النهارده. وفرة الصحه دي اهم حاجه، النيه بقى، النيه النهارده. بكره تترجم للنهارده، على النيه النهارده هتلاقي الصبح او بكره باذن الله انت احساسك الداخلي او الروحاني او الطاقه الايجابيه اللي جواكي هتشوفيه، هتديها النهارده ليوم بكره، فهتلاقيها بكره معاكي ان شاء الله. يعني النهارده نكثف الدعاء. النهارده الدعاء اولا هو النهارده 11 11 يجمع معايا رقم 4، ماشي، مع يوم الاربعاء، دي مش صدفه. ماشي، فهتلاقيه مربع مع السته اللي هي 2 2 4 برضو، فأربعة 4 20 20 سقط الصفرين هيديني 4. شايفه القوه؟ فدي قوه نيه سليمه لبكره. يعني اذا احسننا النهارده، احسننا النيه لكل حاجه، رزق، صحه، سعاده. طبعا واولها قبل ما نعمل ده لازم يكون حاله التسامح النهارده مهمه. لازم نكون حابين، لازم عشان تشوفي بكره النهارده. النهارده ترجمه التسامح، لازم يا جماعه تسامح، يا سامح علشان تاخد حاجه نظيفه. مش التسامح بس، هو ما هو ده اللي هيترد لك بكره 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 بكره، اللي هو بقى اللي هو يوم الخميس. فهماني؟ يعني النهارده النيه هتبين ان انا مسامحه الجميع، انا احسن، انا بجذب الرزق ليا. الدعاء كتير جدا على نيه الرزق ليا ولغيري، مش لازم يا رب الله يصلح حاله ويوقف حال بني ادم، ده عمره ما نشوف حاجه يعني كويسه. يعني الدعاء بتاع الشهير بتاع يسعدك ويبعدك ده ما اقولوش النهارده؟ يسعدك ويبعدك. اطلعوا هوا. طب بقول لك قبل برضه ما ندخل في الموضوع المهم، عشان يعني انا هاخد بكلامك النهارده وهدعي كتير، ويا رب يبقى ربنا يجعل دعائي مستجاب. انت برضه اخر مره لما جيت لنا، يعني النهارده الدعاء يا قوي قوي ذاتي ونفسي، يا معين عني، يا منعم اعطيني، يا وهاب ارزقني. يعني طول النهارده الدعاء والله العظيم بجد باسماء الله الحسنى مهمه، وتوكلوا وسامحوا. التسامح مع الدعاء النهارده نيتك لبكره، انت هتشوف نفسك زي ما انت بتقول لك ايه، سامح يا سامح عشان سامح يا سامح. تشوف.